مرحبا أحبابي، اليوم بدي أعمل أنا وياكم طريقة تحضير وجبة جدا سهلة وسريعة وطيبة وكتير رائعة، بتنفع لرمضان ولكل الأوقات. هيدا شكل. قبل ما نبلش بتمنى تشتركوا بالصفحة، واللي بيحضروا الفيديو يعملوا لايك وشير للفيديو، وشكرا للي عم يدعموني بالصفحة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. عنا أول شيء 600 جرام سدرة دجاج مقطع بهيدا الشكل، كمان 4 حبات بطاطا قشرتهم وغسلتهم وقطعتهم بهيدا الشكل، شرائح جزر مطلجة إذا ممكن عندكم فريش طازة ما في أي مشكلة، فلايفلي، بصلة حجم وسط، بقدونس، قرنبيط أخضر، بروكلي، 4 معالق طعام زيت نباتي، ملعقة طعام ملح، ملعقة طعام شراب صلصة البندورة، ربع ملعقة صغيرة بابريكا، ربع ملعقة صغيرة 7 بهارات، ونص ملعقة صغيرة فلفل أسود. عم حمي الزيت على الغاز، هلأ ببلش بقلي البطاطا. بقلي البطاطا، بسم الله. بس اخذت البطاطا هيدا اللون، هلا منشيلهم حطهم على محارم. البطاطا المقلية قالت البطاطا بتعطي نكهة كتير بالاكل الطيب، ممكن تعملوها بالفرن انتو حسب ما بتحبوا. كفي الباقيين بنرجع بنكفي مع بعض. بعد ما قلت البطاطا هلا بحط الزيت بالطنجرة، كمان البصلة، بقليهم مع بعض على الغاز. بحط رشة ملح خفيفة، بصرت البصلة بهيدا الشكل، هلا بحط الدجاج، بسم الله، كمان بحرك. هلا بغطي الطنجرة. بعد حوالي 3 دقايق هلا بحركهم شوي عشان ما يلزقوا بالطنجرة، كمان برجع بغطي الطنجرة وبتركهم يغلوا. بعد حوالي 7 دقايق هلا كمان بدي احط الجزر فوق الدجاج عشان الجزر بيطول ليستوي، بخلطهم كمان. هلا بعد ما قليت الدجاج والجزر مع بعض حوالي 3 دقايق كمان بحط القرنبيط الفلايفلي، كمان الملح، الشراب، البهارات، وبحط كمان كوب المعيار مي، هذا الكوب. هلا بحركهم مع بعض. بس حركتهم هلا بغطي الطنجرة وبتركهم ليستووا.
بعد حوالي 7 دقائق بس استوت الخضرة عنا والدجاج وصاروا بهيدا الشكل. هلأ بطفي الغاز. بدنا نكفي الطريقة مع بعض. حط بالصينية البطاطا، بوزعهم بأرض الصينية. هلا بحط عليهم الدجاج والخضرة. بسم الله، وجبة كتير كتير طيبة. مدن فوق البطاطا منيح. بحط رشة بقدونس الفريش، بيعطي نكهة كتير كتير طيبة ورائعة بالأكل. كمان عندي جبنة مازوريلا برشة على وجه الوجبة. هيدي على فكرة الوجبة كتير كتير طيبة برمضان، بتزيدوها بالوجبات اللي بتكونوا عاملينها، دخيل على الوجبات كتير طيبة ومغذية كمان. هلا بدخلها فرن حامي فقط من الأعلى. هذه الوجبة اللي عملتها أنا وياكم، إن شاء الله بتكون نالت إعجابكم، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي أحبابي.